فاسرع طريقه لحرق الدهون انك تحط الدهن على البوتاجاز وتحرقه كده خلاص. لكن في البني ادمين لو عاوز يحرقوا الدهن من جوه في اصول. يعني ايه اصول؟ يعني الخلايا الدهنيه لها معدل حرق ومعدل استعمال. يعني زي ما قلت قبل كده انه مش ممكن في اي نظام صحي تحرق دهون او تقلل دهون اقل من كيلو في الاسبوع، يعني كيلو لاتنين كيلو ده صحي. لو لقيت واحد بقى بتاع اعلانات تنزل 5 كيلو في الاسبوع وتنزل مش عارف ايه وكرش، ايه الوهم ده؟ ده خلايا دهنيه عباره عن طبقات طبقات طبقات. الطبقات الاسرع السطحيه ممكن اخسسك في اسبوع 2 3 كيلو، الاسبوع اللي بعده 2 كيلو، الاسبوع اللي بعده كيلو، الاسبوع اللي بعده ما تنزلش ولا ربع كيلو. ويبقى في ريزيستنت ليبيدز، في دهون عنيده. هو وزنه كبير. ما ينزلش البني ادم بسرعه الا 3 4 حاجات. اول حاجه مرض السكر، تلاقي الانسان بيخس 7 8 كيلو في الشهر. اول ما تلاقي واحد بيخس قوي قوي كده يبقى عنده سكر. او سرطان. عشان كده بقول لك من اعراض السرطان انه بيخس. اه سرطان بياكل ويتوغل و... لكن واحد جاي لي قمر كده وورد يقول عن سرطان يا حبيبي سرطان هو مختلف في الوزن؟ مفيش يا حاج، صل على النبي. هو احنا كنا زمان الشر بره وبعيد، عنده سرطان الشر بره وبعيد، لانه يعني علامات وبقه داخل لجوه يعني داخل سرطان. يعني مفيش حد عنده اوبستي وعنده سرطان؟ ما اوبستي، الاوبستي او السمنه، سمنه وعنده سرطان ومورد كده وزي الفل وجامد، لا مش سرطانات. خلي بالك بس، اذا لغينا الطب، اذا لغينا الاعراض، اذا لغينا كلينيكال بيكتشر، اذا لغينا صوره الدم، اذا لغينا دلالات الاورام واعتمدنا فقط على العينه، احنا بنضيع الطب كله وهنقتل الناس كلها. ما ينفعش. يعني السكر والسرطان بينزلوا وزن بسرعه. اللي بينزل بسرعه يا اما عنده سرطان يا اما عنده سكر يا اما الغده لها نشاط عالي جدا فبتبتدي تداوم في الجسم الدرقيه الثيرويد ومعاها بقى جحوظ في العين ورعشه، يعني شغلانه كده وضربات قلب سريعه. طب والتزكيه بقى انتوا بياخدوا الادويه دي عشان ينزلوا بيها الوزن؟ الناس اللي بياخدوا ادويه عشان ينزلوا الوزن، السكر يا دكتور يعني بياخدوا دواء للسكر. اسمعني بس اسمعني، لو كان مساله ان انا تخين واخد دواء السكر اخس، خلي بالك ما كانش حد غلب. خلي بالك معايا، في مرضى للسكر بيتخانوا مع مرض السكر. يعني مثلا انا عايز اقول لك، يعني في ميتابوليك سندروم مثلا عنده انسول ريزيستنت مثلا، يعني اللي انا عايز اقول لك عليه مش كل مرضى السكر هيخسوا خلاص. حد تخين وخد دواء السكر عشان يخس، احتمال يجيب معاه لو واحد تخين خد دواء السكر عشان يخس، احتمال يخس واحتمال لا. يعني صح؟ احتمال. طب يعتمد عليه ولا لا؟ لا ما يعتمدش عليه طبعا. حرق الدهون، حرق الدهون معناه طبق سلطه خضراء كبير قبل الاكل، خس وجرجير وجزر وبصل، وايه كمان؟ ويمشي كل يوم ساعه ويربط بطنه بحزام عريض والشوربه الحارقه، ادينا 5 6 حاجات تنزل الوزن. انما عاوز تقعد مكانك وتاخد مش عارف رويال تي وشاي الرجيم وحبوب نصار وحبوب السكر وتاخد تاخد كل ده وانت نايم. دكتور هو حصل تراب على المريض، هو لا قادر يتحرك برجليه ولا قادر ياخد دواء بيجيب نتيجه. صل على النبي. مش قادر يتحرك. احنا تقدر تقول لي بقى لو المريض مش قادر يتحرك ولا قادر يمشي نعمل ايه؟ نعمل الحل اللي بنعمله في المستشفى، بنجيب ممرضه تدلكه ساعه الصبح وساعه بالليل، لازم جل كده وتدليك. انت بتدلكه ليه؟ علشان هو مش قادر يتحرك ولا يمشي، فلازم تحرك له الدوره الدمويه عشان يحرق الدهون وعشان يصرف الدواء. لان انا لو علقت له محاليل وهو نايم بيد ريدن ما بيتحركش، الدواء مش هتصرف، المحاليل مش هتصرف، هيكون له حاجه اسمها قرح فراش، وهيكون له حاجه اسمها دي فينس ثرومبوز، تعمل له جلطات عميقه. ممكن ساونا؟ الساونا لو ساونا كل يوم على عيني، بس التدليك هو الابسط وهو الارخص. لان في ناس كتير غلبانه وفقيره، لو قلت لها ساونا قلت لها نروح لاجهزه الجيم وكان في ناس ما تقدرش على ده، حتى لو قلت له هات دكتور علاج طبيعي الجلسه ب 100 و200 ما معهوش ده. فاجمل حاجه ان حد من اولاده اخواته قرايبه جيرانه بيحط الزيت او جل ويدلك له رجليه ظهره وكذا. فالتدليك لمده ساعه يوميا بيحرك الدوره الدمويه، يمنع تكوين الجلطات العميقه ويمنع تكوين قرح الفراش. وبالتالي انا بنصح الناس كلها اوعى تسيب المريض نايم كده. انا في ناس كنت اروح ازورها وارجع تاني سنه الاقيها نايمه في مكانها والقرح ما شاء الله وجلط. ليه كده؟ سيبوا الناس ليه كده؟ يعني ما تسيبش الناس لغايه ما تضيع كده. احنا الناس العاديه اقدر انزلها لك مثلا في الاسبوع من كيلو ل 2 كيلو، ده التخسيس الطبيعي من كيلو ل 2 كيلو، يبقى في الشهر كام؟ من 4 ل 8. يبقى اللي عاوز يخس تخسيس صحي في الشهر من 4 ل 8 كيلو، افرض ان هي زايده 30 كيلو ياخدوا معانا كام شهر؟ 5 6 اشهر. يعني لو كل شهر 5 كيلو، ها 5 كيلو في 30، يعني نرجعها طبيعيه تاني في خلال 6 اشهر مثلا. ودواء مش هيبان عليها ولا الناس هتلاحظ، لان اللي بيخس بسرعه الناس بتشوف. مين اللي بيخس بسرعه؟ ها
يخس بسرعه قوي، عنده سرطان، سرطان بياكل الجسم. لكن لو واحد جالي ما بيخسش ها يبقى مش سرطان. واحد جالي بيزيد في الوزن، هو في سرطان بيزود؟ طيب بعد كده عندنا السكر، مرض السكر لو جه حاد المريض بيخس في الشهر في الشهرين 30 40 كيلو، بيخس بسرعه يبقى عنده سكر. طيب يبقى السرطان والسكر، ولو شخص بقى عنده ديدان كتير، ولو شخص عنده الغده نشطه فبتهري الجسم، ولو شخص سايكيك يعني ما بياكلش بقى، واحده كانت مخطوبه وتفركشت، واحد كان ناوي ينجح فما نجحش، حد وقع في مشكله كبيره فالمشكله الكبيره صدت نفسه وما بقاش ياكل. نرجع بقى نقول ده بالنسبه للسمنه. طيب يا ترى السمنه في العالم منتشره ازاي؟ بص معايا في سمنه الرجاله وسمنه الستات. الرجاله اللي على اليمين دول بص كده هتلاقي ان الرجاله السمنه قوي اللي هي اكتر من 5 لونها احمر، كل ما كان اللون غامق يبقى فيه سمنه. ملاحظ سمنه الرجاله موجوده في امريكا، في امريكا، وسمنه الرجاله موجوده يعني شويه فين؟ في دول الخليج، دي سمنه الرجاله صح؟ مش حاطين دول تانية فيها سمنه، يعني مصر مثلا الرجاله فيها كويسه. ها؟ تعالى بقى الستات، الستات بقى مثلا في دول الخليج الستات يعني شوف اللون الاحمر السمنه زياده، في مصر السمنه زياده، في دول الجزائر بدات لا ها السمنه موجوده في امريكا سواء في الرجاله او في الستات. شفت بقى؟ طيب السمنه يعني ايه؟ سمنه يعني ناس تاكل اكثر مما تتحرك. طب لو انا بتحرك وبشتغل كل يوم 8 9 10 ساعات وبجري واطلع وانزل وبربط بطني بحزام وباكل سلطه خضراء، انا ما عنديش مشكله. وهو ده اللي انا بقوله للناس، عاوز تخس حزام عريض فوق الهدوم، حزام عريض، طبق كبير سلطه خضراء قبل الاكل، تمشي كل يوم ساعه.